خلينا ناخد برضو على التليفون دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. دكتور مراد في البدايه اكيد هقول مبروك علينا جميعا، مجهود رائع واكيد يعني الحمد لله ربنا اي حد بيسعى يعني بيكون واقف معاه في النهايه. هي بطله اهلاويه مصريه شرفتنا كلنا، يعني مره ثانيه مبروك دكتور مراد وحابين نسمع من حضرتك، اتفضل يا فندم. مبروك علينا كلنا زي ما حضرتك قلتي، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. صحيح. جيانا مش بطلة النهاردة، جيانا متصدرة التصنيف العالمي من 2010. جيانا عملت ميداليات ذهبية في بطولات عالم رسمية غير العربي والأفريقي والمتوسطي، يعني رصيد ميدالياتها ضخم جدا. الأولمبياد بالنسبة لها تحصيل حاصل. وهقول الكلام اللي بيزعل، هي تستحق الذهب لولا خطأ تحكيم. لا صحيح، ده كلام معقول جدا الصراحه، الكلام ده متصور ومتشاف، واي حد في الدنيا حتى غير المتخصص يقدر يعرف ان البنت دي كان المفروض تلعب الفاينل، واعتقد انها لو كانت لعبت الفاينل كان هو. بالمناسبه دكتور مراد، اولا تحياتي لحضرتك، صباح الفل عليك، وبرده بجدد التهنئه لسيادتك. هو النوع ده من الامور ممكن يتم تداركه لاحقا؟ يعني هل ممكن يبقى فيه مثلا شكوى ما نتقدم بها للجنه المهمه؟ احنا عندنا هذه النيه، لكن الشكوى يجب ان تصدر من الهيئه الرسميه اللي بتمثل مصر، يعني الاتحاد المصري للكاراتيه. فاحنا هننتظر بعد عوده بقيه الباسه، لان الباسه مش كلها جات، الباقي هيجي يوم 12. هنقدم مذكره للاتحاد المصري للكاراتيه، يخاطب اللجنه الاولمبيه المصريه، ويخاطب اللجنه الاولمبيه الدوليه، ويخاطب الاتحاد الدولي بانه لابد من محاسبه للمخطئ. احنا يعني في عاده ايه مثلا، وده حصل قبل كده مره واثنين، ان الحكم لما بيخطئ يتم استبعاده من التحكيم الدولي حتى يجتاز مره اخرى اختبار الكفاءه. ونراعي حساسيات التعيين، يعني انا النهارده ما يصحش اعين حكم في مباراه لمصر مع حكم بيكون مصر مقدمه فيه شكوى رسمي في 2019. صحيح. ده وانا بتكلم في حاجات مثبته، ما بقولش رايي الشخصي. وبديهيات كمان. لا، في فرق بين الراي الشخصي وبين ان انا عندي صحيح مشكله يا مثبته. صحيح صحيح. يعني فانا دي امور لابد من تداركها ومناقشتها، ومحاسبه المخطئ تخلي اللي بعده ما يغلطش. لكن من امن العقاب اساء الادب. صحيح. وبرضه انا مش عايز اخش في التيار ده، لان انا جيانا كسبانه ورافعه راسنا ورفعت على مصر، واحنا سعداء بيها جدا، وهي بذلت جهود كبيره جدا هي واجيال كتير قبلها. صحيح. وان شاء الله بعدها كمان دكتور مراد، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع دكتور محمد، احنا نامل ذلك ان شاء الله كمان في المستقبل بالشغل من دلوقتي. ما كانش مرئي قوي كده دخوله الاولمبياد، حطه في الفرونت اوفيس، حطه في الواجهه. قبل كده كان في نتائج وكتير، وكان زميلنا العزيز خالد العوضي بيقول لي يعني يا ترى لو كارتيه دخل الاولمبياد هتجيبوا ميداليات انتوا كسبوها دي؟ حصل. عايز اقول له دلوقتي يا كابتن خالد، احنا في الاولمبياد وجبنا الميداليات اللي احنا هنجيبها، وان شاء الله يبقى فاتحه خير كمان للمزيد. نتمنى في 2024 كمان يا دكتور مراد يعني كاراتيه يكون ليه نصيب في الاولمبياد، يعني زي ما حصل في طوكيو 2021. تاريخه هي لم تدرك في 24. الدوله المضيفه باريس حطت لعبه اخرى، واللجنه الاولمبيه لسه ما خدتش قرار في استمرار الكاراتيه دائم ولا لا. ورئيس الاتحاد الدولي ناشد اللجنه الاولمبيه الدوليه ان احنا عملنا بطوله ناجحه محترمه جميله جذبت الناس، فبيطالبهم باعتماد الكاراتيه كلعبه دائمه في الملعب. نتمنى هذا كلنا طبعا، لان ده لاولادنا ولبلدنا واحنا الحقيقه بنشتغل حابين ان اولادنا يبقوا متفوقين، حابين ان احنا نوصلهم. طبعا طبعا. طيب دكتور مراد، لو هروح مع حضرتك لنقطه معلش ونعرف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، يعني جيانا لسه كنا بنقول للدكتور محمد هي مثال رائع جدا ممكن ان احنا ناخده ونعلم منه الاجيال الجديده تحديدا في الكاراتيه، هل هيكون هناك بقى تنسيق زي مثلا ندوه هتتعمل هتحكي لنا قصه مثلا كواليس الكفاح لهذه البطوله؟ يعني خلينا برضو نعرف ازاي هيتم استغلال نجاح جيانا في الاولمبياد طوكيو 2020 ان هي تبقى مثال ناجح جدا لغيرها من الابطال اللي عندنا في النادي الاهلي. تمام. احنا بالتنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي هنعمل هسميها ايه، تميمه. هنعمل تميمه نسميها جيانا
لان احنا بس احنا عندنا تميمه قبلها كمان مهند. ايوه هو مهند مشي نفس المسار وحقق نفس النتائج بس احنا ما كناش اولمبي. فالنهارده انا ده مبدئي، ده منهجي، ان انا اربي ولادي يكبروا ويبقوا كويسين ومحترمين واقوياء ويشغلوا مناصب هامه في كل المجالات، سواء في التدريب او في التحكيم او في الاداره. وبالطريقه دي يبقى انا اولادي اللي بربيهم جوه النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، هم الجيل اللي قادم، هم اللي يقودوا، تبقى دي ارضهم وولائهم ليها ويحبوها. ودي اسهل وانضف وسيله لتربيه الانتماء عند الشباب الصغير لناديهم والبلد. صحيح. دكتور مراد، مره ثانيه بنقول لحضرتك مبروك وبنبارك لانفسنا زي ما بنتكلم، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب فيما هو قادم.